بل هو صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة جعل الناس صنفين: صنف مقبل على الدنيا يريدها بأي طريقة كانت ولو على حساب دينه، وصنف لا يريد الآخرة ولو ذهب الدنيا. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا صنف. الصنف الثاني: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، قام بها على أتم الوجوب ولا ينزجر حتى لو كان في الحراسة، وإن كان في الساقة في مؤخرة الجيش كان في الساقة، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، لو أقسم على الله لأبره، إن شفع لم يشفع له، وإن استأذن فلا يؤذن له. هذا معيار واضح منه صلى الله عليه وآله وسلم، وتقسيم بين لحال الناس. هذا هو المعيار الحقيقي. أما تقرأ؟ تقرأ كلام الله عز وجل. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هنا يبرز أهل العلم. أما من يتلبس بغير لباسه بل ربما أنه يتسلق حتى يرتفع، يتسلق عن طريق الدين حتى يرتفع من أجل أن يعرف، هذه مصيبة. ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يوم القيامة، ألا لعنة الله على ربهم.